تعاقده. ده احمد شديد ومحاميه داخلين مقر اتحاد الكوره. اللاعب اكد انه بيثق في سلامه موقفه تماما وان لجنه شؤون اللاعبين ستصدر قرار لصالحه ومتاكد من ده، وبينفي حصوله على اي مستحقات من النادي المصري. امبارح دخل معنا المدير المالي المصري قال له واخد 200,000 جنيه في يناير من حصته للموسم الجديد. احمد شديد بينفي ذلك تماما وبيقول ان الفلوس اللي خدها دي كانت مستحقات متاخره ونسبه مشاركه مباريات ليس لها علاقه بالعقد الجديد او بالموسم الجديد. بيقول انه لا يخشى من تاثر لجنه شؤون اللاعبين بالضغوط اللي بيمارسها النادي المصري لان عصر المجاملات انتهى بعد قيام الثوره. في المقابل احمد الضبع رئيس لجنه شؤون اللاعبين بيقول ان المصري وضع نفسه في مازق بسبب طريقه صياغه العقد مع احمد شريف قناوي. بيقول ان العقد بينص ان اللاعب من حقه الانتقال لاي نادي بعد الموسم الاول اللي هو طبقا للعقد 2010-2011 بعد دفع مبلغ 1.5 مليون جنيه، بينما توجد عبارة أخرى في العقد بتقول أنه بعد موسم 2011-2012 وده تناقض موجود في صيغة العقد. وأكد أحمد الضبع أن القرار النهائي سيتخذ في الأسبوع المقبل. خلينا نشوف أحمد شديد قناوي وأحمد الضبع قالوا إيه عن هذه القضية. ما فيش حاجة دامت في تحقيق، أنا ورقي سليم 100% وأنا قدمت أقوالي للاتحاد الكرة وانا مستني العدل والحق ان شاء الله. اعتقد ان انا يعني الكلام اللي انا قلته، انا طبعا قلت قبل كده انا النادي المصري بالنسبه لي كل حاجه، انا بعشق النادي المصري، بس دي ظروف ما تسمحش ان انا اكمل في النادي المصري. النادي المصري وجماهيره عارفه ظروفي، لكن انا وصلت لهذا الموضوع دوت لحين ان انا ظروفي اللي في البيت والكلام ده، لكن انا بالنسبه لي اتحاد الكره هياخد قرار وانت تعرفه من اتحاد الكره مش مني اكيد. يعني هل انت بالفعل تقاضيت جزء من العقد الجديد ومضيت عقد ويعني المبلغ بيتدرج على مدار المواسم القادمه بالفعل كما صرح مسؤولين من النادي المصري؟ لا ما فيش الكلام ده، انا ما خدتش فلوس جديده بدليل لسه باقي لي فلوس قديمه. هاخد فلوس جديده ازاي قبل القديمه؟ انا باقي لي فلوس قديمه في النادي لسه ما خدتهاش، لما اخد القديمه باخد الجديد اللي هم بيقولوا عليه ده. طب حضرتك شايف قرار لجنه شؤون اللاعبين هيكون في صالحك ولا هيكون في صالح نادي المصري؟ انا في الحق، انا ما عنديش مشكله، انا اهم حاجه العدل والحق، ده اللي يفرق معايا. انا ما يفرقش معايا بقى في صالحي في صالح النادي المصري، انا الحق، انا ورقي سليم، النادي المصري ورقه سليم، يبقى الحق يروح لصاحب اللي هو العدل. انا بحب العدل في كل حاجه، مش مشكله ان انا ابقى كسبان بس بحب العدل. اعتقد ان العدل انا ورقي كله سليم يعني. حضرتك وقعت بالفعل للنادي الاهلي؟ لا ما ينفعش اوقع النادي الاهلي، اوقع النادي الاهلي ازاي وانا لسه ما عندي مشكله في اتحاد الكوره وقيدي معلق؟ ما ينفعش ان انا امضي لاي حد الا لما اخلص مشكلتي، لكن انا حضرتك شعرت بان في ضغوط على لجنه شؤون اللاعبين مثلا ان انت تبقى للنادي المصري وما تنتقلش للنادي الاهلي والموضوع لم يحسم؟ ما فيش الكلام ده، ما اعتقدش بعد الثوره الكلام ده، ما فيش ضغوط ولا في الكلام ده خالص. لا انا راجل مقدم ورق والنادي المصري مقدم ورق ولجنه شؤون اللاعبين ناس حقانيين هيبصوا في الورق ويبصوا الصح وهيمشوا مع الصح. لو احمد شديد لازم يمشي يبقى احمد شديد هيمشي، هي ده هو ده الكلام اللي لازم يتقال. لكن الموضوع كله ما في لجنه شؤون اللاعبين هتخلص الدنيا وهي اللي هتخلص الحوار كله، لكن ما فيش ضغوطات والحاجات، الضغوطات دي كلام كلمه بقت خلاص مش موجوده دلوقتي يعني. هل العقد فعلا العقد الجديد كان نفس صياغه العقد القديم عشان كده دي ممكن تكون ثغره انت تستغلها في الحصول على حقك او الانتقال للنادي الاهلي؟ لا انا الحوارات دي مش هينفع اتكلم فيها دلوقتي الا بعد ما اخلص مشكلتي طبعا. النهارده